ماذا بعد تفشير القيادات الأمنية في دمشق؟ ما هي التداعيات وكيف سيرد النظام؟ ماذا بعد كلام السيد حسن نصر الله؟ ونحزن لمقتلهم ولرحيلهم لأنهم رفاق سلاح. وماذا سيفعل حزب الله في المستقبل في التحالفات الداخلية والعلاقات الخارجية؟ كلام الناس يستقبل من باريس المعارض ميشيل كيلو، ومن بيروت رئيس تحرير صحيفة الأخبار إبراهيم الأمين. تواصلوا مع كلام الناس واطرحوا أسئلتكم عبر هذا الموقع وأجيبوا على السؤال التالي. كلام الناس مع مرسال غانم، الليلة 9:30 مباشرة على الـ LBC International